والسلام على حضرة سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. شباب السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، يا رب بخير جميعا. وانت بتتعامل مع functions مهم جدا 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 انك تاخد بالك من المصطلح ده variable scope، او ما ممكن نسميه بالعربية مجال رؤية المتغير. بمعنى فين بالضبط، في اي حتة بالضبط من كودك المتغير ده راح يكون available for usage، متاح للاستخدام. هو الموضوع ده كمان يفرق وليه ضوابط. الموضوع ده يا جماعة يفرق وليه ضوابط. مكان وجود المتغير في جافا سكريبت هو اللي بيحدد مدى إتاحة المتغير للاستخدام والاستدعاء مقامه. جافا سكريبت عندنا 2 variable scope، 2 نطاق رؤية. الأول اسمه نقدر نسميه كده global variable scope، نطاق الرؤية العام أو نطاق الرؤية الواسع. الثاني راح نسميه local variable اسكوب، نطاق الرؤية المحدود. جميل. First things first، نبدأ يا جماعة بالنوع الأول أو الـ Global Variable Scope، نطاق الرؤية العام. ده معناه إن المتغير ده متاح للاستخدام في أي موضع من مواضع السكريبت بتاعك. يعني تعريف وتصريح متغير من نوع global راح يديلك صلاحيات استخدام المتغير ده في أي جزء من أجزاء الكود. يعني always over الفاريبل ده دايما جاهز. ده معناه برضو انك تقدر تستخدمه داخل functions او بره functions من غير ما يكون في أي مشاكل. حلو؟ جميل خالص. طب نعمله ازاي الكلام ده؟ بسيط خالص. كل اللي انت محتاجه انك تعرف المتغير ده في اي جزء من اجزاء الكود بتاعك، لكن يتجنب انك تعرفه داخل function لان ده هو النوع الثاني. حلو؟ ندخل بشكل عملي على المثال اللي احنا عايزين نشرحه يا جماعة. عندنا function اسمها معرفين متغير اسمه global variable وفي قيمة string، وبعدين معرفين function وجوه منها معرفين متغير. حلو كده؟ جميل. ادي النوع الاولاني يا جماعة، الفانكشن اللي اتعرف فوق، اسف يا ربي، الفاريبل اللي اتعرف فوق قبل الفانكشن يا جماعة اللي انا بعمل عليه الكومنت ده، ده هو الجلوبال فاريبل. الفانكشن ده الفاريبل ده اتعرف قبل الفانكشن فبالتالي هو جلوبال. جميل. فلما احب استدعيه مثلا خليني اصحي السطر النايم ده document.write global variable، ها فبالتالي هتطلع القيمه دي. حلو الكلام ده. جميل خالص. ده معناه برضو ان انا لو نومت السطر ده ورحت كاتب جوه الفانكشن اني عايز الفانكشن دي تشتغل على انها تكتب لي نتيجه الجلوبال فاريبل ورحت صحيت الفانكشن، فهلاقي ان الفانكشن تكتب لي نتيجه الجلوبال فاريبل. ده معناه ان الجلوبال فاريبل ده متاح للدوكيومنت ومتاح للفانكشن وان كنت ما عرفتهوش داخل الفانكشن. حلو الكلام. جميل جدا. ده المثال اللي احنا عايزين نحكي فيه بالنسبه للنوع الاول. حلو. حلو خالص. نيجي بقى للنوع الثاني. النوع الثاني يا جماعه اللي هو بيكون عباره عن اللوكال variable scope او نطاق الرؤية المحدود، ومن الواضح من التسمية تبعه انه محدود بنطاق محدد لرؤيته، فمن ثم بديهي انه خارج نطاق الرؤية ده مش راح يكون متاح للاستخدام او الاستدعاء. ده يحصل ازاي؟ خلونا نعرف متغير داخل function زي نفس المثال اللي احنا كنا موجودين فيه حالا. احنا معرفين داخل function ده variable ومسمينه local variable، ده جوه الفانكشن اللي اسمها just for try. حلو كده؟ حلو. ده معناه ان احنا بنحاول نقصر مجال رؤيه المتغير ده بحدود الفانكشن دي، فاذا حاولنا نستخدمه خارج الفانكشن دي مش راح تطلع نتيجه. بدليل اهو لو انا جيت انادي على local variable بره او اصحي السطر العجيب ده واعمل سيف، مش راح تطلع لي نتيجه لاني لوكال فاريبل مش جلوبال فاريبل. لا، لوكال فاريبل الفاريبل ده موجود جوه الفانكشن دي، فبالتالي لازما يتنفذ جوه الفانكشن دي. جميل خالص.
انك تنسى انك تعمل تراكينج للمتغيرات تبعك ممكن يسبب لك مشاكل كتيرة جدا في كود جافا سكريبت بتاعك. نسبة كبيرة جدا من مشكلات الديفولوبرز والناس اللي بتكتب كود جافا سكريبت انهم بينسوا انهم يعملوا تصريح لمتغيرات لوكال، يعمل تصريح لمتغير من نوع لوكال فاريبل سكوب، وبعدين يروح ينادي عليه برا نطاق الرؤية بتاعه. الامر ده ببساطة يعني يا جماعة، علي فاروق ده موجود في سكشن 2، انت بتنادي عليه في سكشن 1، انت عارف ان في حد اسمه، حد في الدفعة اسمه علي فاروق، بس مش ده المكان اللي موجود فيه علي فاروق. حلو كده؟ جميل. خلونا برضو نوضحها بشكل تاني. لو انا جيت احذف الكلام ده كله ونقول بصوا، احنا كان عندنا في الاول كده لما عرفنا متغير، مثلا خلونا نعرف متغير ونسميه، نقول يعني مثلا انا اسف، كنسل كنترول زد، كنترول زد، نكبر القلم شويه. هنقول هنعرف ادي، هنعرف متغير var a يساوي مثلا رقم 5، تمام كده؟ جميل. وبعدين هنروح نعرف فانكشن، فانكشن نفس المثال اللي احنا كنا شغالين فيه، مثلا فانكشن هنسميها ماي فان، وجوه منها هنروح نعرف متغير فار بي بيساوي 3. حلو كده؟ نطاق الرؤية خلونا نكتبها اهو، الجزء ده يا جماعة اللي فيه المتغير ده يا جماعة ده عبارة عن local variable. فبالتالي الـ variable ده مش راح يتساف غير داخل النطاق ده بس، لكن اللي بره ده يا جماعة ده عبارة عن ايه؟ عبارة عن global variable scope. فبالتالي المتغير ده راح يتشاف في النطاق ده كله، حتى داخل الفانكشن دي، حتى داخل النطاق اللوكال ده. يا رب يكون واضح. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله.